أسبوع جديد وحلقة مليئة بالأحداث والأخبار. الجراندي توتو يختم 2021 بنجاح. دريش عندكم أخبار زينة. أسماء المنور تمثل المغرب في اليوم الوطني المغربي بدبي. أهلاً أهلاً يا بنورة، أكيد معاك وإن شاء الله متأكدة بتكون ليلة للتاريخ، ليلة من داك شرفة. نجاة أراجوي تتعرض للإحراج من طليقها. ميرسي أحلى نوغا جو تيم. سميرة سعيد وإطلالة شبابية في الوقت الحلو. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم بالفن. نجم الراب المغربي طه فحصي الشهير فنيا بلقب الجراندي توتو يحصد ثمار نجاح أعماله الفنية لسنة 2021 واللي حقق فيها أرقام قياسية على مختلف الأصعدة، حيث نال خلال هذا الأسبوع لقب شخصية السنة عن فئة الفنون والثقافة من طرف صحفي وكالة المغرب العربي للأنباء، إلى جانب عدد من الشخصيات في مجالات مختلفة. وطرح رفقة مغني الراب المصري ويجز في أول تعاون غنائي بينهما كليب أغنيتهما الجديدة مش خلصة عبر قناة ويجز الرسمية على اليوتيوب، واللي تم تصويرها في مدينة الدار البيضاء. الكليب أصبح الترند الأول على اليوتيوب في كل الدول العربية ورقم 16 عالميا في أقل من 24 ساعة. خلال الأسبوع الماضي عاشت الفنانة أسماء المنور نشاط فني كبير، حيث نالت شرف تمثيل المملكة المغربية في حفل اليوم الوطني المغربي بإكسبو دبي 2020، وتبع الحفل شخصيات وازنة. هذا الحدث العالمي البارز الذي يحتفي في كل يوم من نسخته بدولة من دول العالم زمن يوم 26 دجنبر اليوم الوطني المغربي، وأتحفت أسماء الحضور بإطلالتها الراقية بالقفطان وبباقة من ألمع أعمالها الفنية، وقامت بتحية دولة الإمارات على دعمها الدائم للمغرب ووحدته الترابية، وتغنت برائعة نداء الحسن، كما شاركت في احتفالات رأس السنة ليلة أمس بالسعودية رفقة عدد من نجوم الوطن العربي من بينهم أنغام وأصالة. وتستعد يوم 7 من شهر الجاري لتقديم أوبيريت الإمارات ملتقى العالم ضمن مباراة السوبر التي ستجمع بين الجزيرة بطل الدوري وشباب الأهلي بطل كأس رئيس الإمارات في موسم الماضي، كما أنها تستعد لإطلاق آخر أعمالها الفنية أغنية جديدة باللهجة المغربية على شكل ديو تجمعها بالنجمة السورية أصالة نصري، واللي من المتوقع إصدارها في الأسابيع القليلة المقبلة. طليق الفنانة نجاة رجوي نبيل عبيد فجأ متابعيه بمواقع التواصل الاجتماعي عقب تصرف قام به ردا على قيام طليقته نجاة بمتابعته على الإنستغرام، فقام بنشر سكرين يوثق من خلاله متابعة رجوي له رغم طلاقهما، معلقا عليه بإيموجي يوحي إلى الاستغراب، الأمر الذي دعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليق بأنه تصرف صبياني من طرف عبيد، مشيرين أنه من المفروض أن تكون علاقة صداقة طيبة بين الثنائي، خاصة وأنه يوجد طفل بينهما. الطلاق بين الثنائي تم بداية السنة الماضية، وهو الطلاق الثاني للفنانة نجاة التي انفصلت عن زوجها الأول ووالد طفلها غالي مباشرة بعد عودتها من مشاركتها في برنامج The Voice. وحاليا تعيش نشاط فني كبير خاص بتنشيط الأعراس على غرار مجموعة من الفنانين. الديفا سميرة سعيد طرحت يوم الاثنين عبر قناتها الرسمية باليوتيوب أغنيتها الجديدة الوقت الحلو، وهي خامس أغنية من ألبومها إنسان آلي. كعادتها ظهرت سميرة سعيد بلوك شبابي ووصفها متابعها بالمثير، حيث اعتمدت في إطلالتها على نظارات وقصة شعر جديدة باللون الوردي، الأمر الذي أثار إعجاب جمهورها. وكانت الديفا قد طرحت أربع أغاني هي بحب معاك، متاهة، الساعة 2 بالليل، ومون شيري التي أطلقتها الصيف الماضي وحققت حوالي 6 مليون مشاهدة على اليوتيوب. وينتظر أن تطرح عملين باللهجة المغربية، أحدهما سوف يجمعها بالفنان رضوان الأسمر. وحول المظهر الشبابي والهوس بعملية التجميل بين المشاهير نخليكم مع هذا التقرير. مع تزايد تركيز المجتمع على المظهر والكمال ونبذ العيوب، أصبح الهوس بالجراحة التجميلية محور حياة العديد من الفنانين، ولأن الجمهور أصبح له رأي آخر فيما يتعلق بتقييم الفنان، أصبحت الإطلالة أهم من الموهبة، والترويج للأعمال يتم عبر المظهر وليس الأداء، فصارت حقن البوتوكس والفيلر من أساسيات حياة المشاهير، والهوس بعمليات زراعة الشعر، شفط الدهون، التخلص من الجلد المترهل،
جلد الجفون وتجميل الأنف وتكبير بعض المناطق من الجسم وغيرها من العمليات أصبحت محط تنافس وسباق بين الفنانين الرجال والنساء على حد السواء. وعام 2021 كان مليء بالمفاجآت التي تتعلق بتغيير ملامح مجموعة من نجوم لدرجة أن جمهورهم لم يستطع التعرف عليهم. فنجد الفنانة سميرة سعيد التي تزداد جمالاً ورشاقة كلما تقدمت في العمر مقارنة بأيام شبابها، فجمالها الخارجي اختلف كثيراً عما كان عليه قبل الأعوام الماضية، فقد أجرت خلال مشوارها الفني العديد من العمليات التجميلية خصوصاً بعد بلوغها سن 60، فغيرت بعض ملامحها وجعلتها أصغر سناً، حيث خضعت لعملية شد الوجه وتجميل الأنف وحقن وجهها بالبوتوكس حتى أصبحت نموذج للمرأة التي تصغر كلما تقدمت في العمر. واختار الفنان حاتم عمور طبيب أسنان المشاهير ماجد ناجي بدبي سنة 2015 لإعادة تصميم ابتسامته الخاصة وإجراء تحسينات على أسنانه بعدما كان يتعرض للتنمر بسبب شكل أسنانه الغير متساوي في بدايته الفنية، بالإضافة للخضوع المستمر لجلسات البوتوكس. والإعلامي المغربي عماد قطبي الذي بدوره خضع عملية زراعة الشعر قبل سنوات وذلك بعدما فقد جزء كبير من شعر مقدمة رأسه. أما الفنانة الأكثر إثارة للجدل دنيا بطمة التي لا يمر أشهر قليلة إلا وتفاجئ جمهورها بتغيير جديد في ملامحها، سبق واعترفت بخضوعها للتجميل بعد نفيها الأمر أكثر من مرة. الإعلامية الكويتية حليمة بولاند أثارت استغراب متابعيها بتغيير صادم في ملامحها وتحول شكلها ليعتبر البعض أنها تحولت إلى نسخة من دنيا بطمة، ولم يتمكن جمهورها من التعرف عليها في آخر إطلالة لها إلا من خلال نبرة صوتها، لأنها بلغت بنفخ خدودها ورفعها إلى الأعلى وقامت بتغيير شكل ذقنها ليبدو على شكل تكساس الشهير. النجمة المصرية ياسمين صبري التي أطلت على الجمهور في بدايتها بوجه ممتلئ قليلاً وملامح بريئة طفولية أسكنتها قلوب محبيها قبل أن تبدل هذه الملامح باستخدام تقنيات الفيلر والبوتوكس، بدلت ملامح وجهها نهائياً حتى أصبحت من بين الفنانات المدمنات على الفيلر. الفنان المصري عمرو دياب دائماً ما كان ينفي قيامه بعمليات التجميل، مؤكداً أنه يهتم بصحته ويمارس الرياضة بأنواعها بشكل يومي، إلا أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بعض الصور التي تؤكد خضوع عمرو دياب لتعديلات تجميلية باستمرار. كما رصدوا أيضا إجراء الفنان راغب علامة عملية تجميل جديدة شملت الفيلر تحت العينين والخدين والبوتوكس لإخفاء تجاعيد الجبين وخط الابتسامة، رغم نفي علامة في أكثر من لقاء تلفزيوني قيامه بأي عملية تجميلية. أما الظهور الأخير لتوم كروز أثار الكثير من الجدل بسبب تغيير ملامحه، وخبراء التجميل أكدوا أنه قام بأكثر من عملية خلال السنوات الماضية منها عملية تصغير الأنف، وأنه يقوم باستمرار بحقن البوتوكس والفيلر للحفاظ على مظهر الشباب. خلال الأيام الماضية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة العالمية ريانا كانت قد شاركتها مع متابعيها عبر صفحتها بالإنستغرام، وظهرت ريانا في سن صغير وسط أجواء عيد الميلاد، وما أثار الجدل ملامحها التي لم تتغير حتى اليوم، وأظهرت أن جمال ريانا طبيعي ولم تخضع لأي عملية تجميل. وقد انهال المتابعون بالتعليقات على منشور ريانا معبرين لها عن حبهم وإعجابهم بجمالها. جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعلنت عن موعد إصدار فيلم وثائقي واقعي من إنتاج نتفليكس يتحدث عن حياتها المهنية والخاصة مع كريستيانو رونالدو. وكشفت جورجينا في مقطع فيديو نشرته على حسابها في الإنستغرام عن بداية بث سلسلتها الوثائقية الواقعية يوم 27 من هذا الشهر، والتي تحكي قصة تحولها من الفقر إلى الثراء، وعلقت بالقول: كثيرون يعرفون اسمي لكن قلة من الناس يعرفون من أنا. الممثل الأمريكي داوين جونسون المعروف بدروك أهدى لوالدته أتا جونسون بمناسبة نهاية العام سيارة فاخرة، وشارك متابعيه بمقطع فيديو يوثق لحظة تقديم الهدية لوالدته عبر حسابه بالإنستغرام. وبدت والدته متأثرة بالهدية كثيرا، حيث كانت تبكي من الذهول والمفاجأة الغير متوقعة بالنسبة لها، لكنها كشفت عن سعادتها لاحقا في الفيديو الذي حصل على أكثر من 3 مليون
مليون إعجاب بعد ساعات قليلة فقط من مشاركته. المعروف عن جونسون أنه يهتم بأسرته كثيرا ودائما ما يحاول أن يجد طرق مختلفة للتعبير عن حبه لهم، وقد أكد في أكثر من لقاء إعلامي أنه مهووس بأطفاله وعادة ما ينشر لقطات له معهم في جو من اللعب والمرح، ودائما ما تحصل هذه الفيديوهات على تفاعل كبير من الجمهور والمتابعين. ودابا نخليكم مع أبرز لقطات من احتفال النجوم عبر العالم رفقة عائلتهم بالعام الجديد، ومنهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اللي ظهر رفقة عائلته في صورة جميلة وهم يرتدون نفس اللون الأحمر، بينما شاركت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان صورة رفقة عائلتها وسط أجواء الاحتفال. ونشرت النجمة العالمية شاكيرا عبر حسابها على الإنستغرام صورة لها ترتدي قبعة عيد الميلاد وتحمل أرنب بين يديها، وعلقت على الصورة عيد ميلاد مجيد من توبي وباسم كل أمهات الأرانب في العالم. أيضا احتفل الممثل العالمي ويل سميث ولكن بطريقة مختلفة، وذلك بنشر مقطع فيديو ترويجي لكتابه ويل يصف من خلاله كيف تحول من طفل خائف في منزل متوتر في غرب فيلادلفيا إلى واحد من أكبر نجوم الراب في عصره، ثم أحد أكبر نجوم السينما في تاريخ هوليوود. احتفلت الفنانة اللبنانية مريم فارس مع ابنها ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه شخصية بابا نويل داخل منزلها، وعلقت على الفيديو قائلة أجواء الكريسماس في منزل ميتري. احتفلت الفنانة فيفي عبدو على طريقتها الخاصة حيث نشرت مقطع فيديو على تطبيق سناب شات وظهرت فيه وهي ترقص مرتدية ملابس بابا نويل. ونشرت الفنانة هند صبري مقطع فيديو جديد عبر حسابها بالإنستغرام خلال احتفالها أمام شجرة الكريسماس، وقالت لكم كلكم عيد ميلاد مجيد واجعلوا قلوبكم تنير. ونحن في أول أيام العام الجديد، تبقى بعض الصور والأحداث التي جرت في العام المنقضي محفورة في الأذهان بسبب ما جرى خلالها، وإليكم أبرز أحداث عام 2021. بداية مع انفصال الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب بعد 4 سنوات من الزواج، والآثار النفسية التي عاشتها شيرين حتى بلغت بها حلق شعر رأسها بالكامل والإطلالة على جمهورها وهي حليقة الرأس. انفصال شيرين قابله في هذا العام زواج حالة شيحة من الداعية الإسلامي معز مسعود، الأمر الذي كان مفاجئا للجميع خاصة أن حالة شيحة كانت محل اهتمام وتساؤل الجميع قبل نحو 3 سنوات بينما خلعت الحجاب وعادت للتمثيل. وشهد العام أيضا أزمة بين حالة وتامر حسني بسبب ظهور مشاهد لها في كليب غنائي رفقة تامر بعد أن طالبت منه عدم نشرها وتعاتب بشدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ومن بين الصراعات التي شهدها العام 2021 أيضا ما حدث بين ياسمين صبري ووالدها أشرف صبري بعد أن كشف الوالد أن ابنته رفضت حضور زفاف شقيقها وخرج بعدها ليتهمها بنكران الجميل، وشدد على أنه من كان يقف إلى جوارها ويرعاها ويدعمها في النهاية الجزاء كان هو القطيعة. ورغم ذلك أكدت ياسمين أن علاقتها بوالدها منقطعة منذ أن كانت طفلة، وهو الكلام الذي قرر الوالد أن يرد عليه من خلال الصور التي قام بنشرها عبر حسابه على الفيسبوك ليؤكد أن ابنته كانت في منزله حتى تزوجت. ويبدو أن الخلافات العائلية كانت المسيطرة طيلة العام، حيث فجر خلال آخر أيام 2021 الفنان رشوان توفيق مفاجأة صادمة وأكد أن ابنته وزوجها يقاضيانه بسبب المال ورفعت عليه دعوى الوصاية. تلك الضجة تسببت في تعاطف كبير من الشعب المصري والعربي مع الفنان رشوان توفيق الذي أجبر على الدخول إلى ساحات القضاء بسبب الخلاف العائلي. كما عرف العام أيضا فقدان الساحة الفنية العديد من النجوم، ومن بينهم الفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز أشهر ثنائي الوسط الفني المصري والعربي. الزوجان اللذان ارتبطا بقصة حب امتدت نحو 4 عقود أبيا
يترك بعضهما حتى في الموت. فرح لسمير غانم في 20 ماي لتلتحق به زوجته دلال في 3 غشت دون أن تعلم بوفاته، حيث أخفي عنها الخبر حتى لا يؤثر على حالتها الصحية، لترحل عن الدنيا تاركة حزن كبير خيم على جمهورها بالوطن العربي. والفنان عزت العليلي الذي توفي في 5 فبراير إثر أزمة قلبية مفاجئة وهو نائم، ليترك خلفه عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة منها المواطن مصري. الفنان يوسف شعبان الذي توفي هو الآخر في نهاية شهر فبراير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا الذي أصيب به في لبنان أثناء تصوير مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في موسم رمضان الماضي. ورحل أيضا الفنان المصري أحمد خليل في 9 نوفمبر عن عمر ناهز 80 عام متأثرا بفيروس كورونا الذي أصيب به أثناء تصوير حكاية من ضمن حكايات مسلسل إلا أنا. ورحلت الفنانة سهير البابلي عن عالمنا يوم 21 نوفمبر بعد صراع مع مرض السكري، حيث تعرضت لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى المستشفى وظلت في العناية المركزة. والمطرب السوري صباح فخري أشهر من غنى القدود الحلبية والموشحات الذي توفي في 2 نوفمبر عن عمر ناهز 88 عام بعدما توقف قلبه عن النبض وفق ما أفادت به عائلته. والفنان السوري محمد الشماط المشهور بأبو مزرق في مسلسل باب الحارة الذي توفي صباح يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع عن عمر ناهز 85 عام بعد صراع طويل مع المرض. والممثل المغربي الشهير عزيز الفاضلي الذي توفي شهر نوفمبر في هولندا عن عمر ناهز 78 عام متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. كما عرف العام أيضا أحداث فنية كبرى منها استضافة مدينة جدة أضخم مهرجان سينمائي يقام في السعودية لأول مرة، وهو مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم خلال شهر ديسمبر على الساحل الشرقي للبحر الأحمر في جدة واستقطب نجوم عالميين. ومعرض إكسبو دبي 2020 الذي خطف الأنظار على الساحة الخليجية لهذا العام، حيث شهدت فعالياته وجود عدد كبير من نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، ومن بينهم أندريا بوتشيلي وإلي جولدينغ، بالإضافة إلى كاظم الساهر، عمرو دياب، أسماء المنور، ونانسي عجرم وغيرهم. ومدينة الرياض في السعودية شهدت أيضا الحدث الفني الأبرز خليجيا، حيث تم افتتاح موسم الرياض يوم 20 أكتوبر، والذي تخلله مفاجآت كبرى للجمهور السعودي وزوار موسم الرياض، واستقطب الموسم مجموعة كبيرة من أشهر النجوم، من بينهم إليسا وأنغام وجورج وصوف وفنان العرب محمد عبده. وأيضا عرف العام 2021 افتتاح متحف الأوسكار نهاية شهر شوتنبير بلوس أنجلوس بعد 92 سنة من الانتظار، وهو أكبر متحف مخصص للسينما في أمريكا الشمالية والذي أنشئ بكلفة ناهزت 390 مليون دولار. نكمل أخبارنا مع الكويك نيوز ونرجعوا. في الوقت الذي كان يستعد فيه للاحتفال بعيد ميلاده 56، تعرض نجم بوليود سلمان خان لحادث لدغة ثعبان في مزرعته، الأمر الذي تطلب نقله إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج. أثناء أدائها لأحد أغنياتها على المسرح، الفنانة بلقيس تفقد صوتها فجأة ولم تعد قادرة على التحكم بطبقاتها الصوتية. ومن على الرمضة مشى حف القدم يستاهلك. شاركت النجمة التركية برغزار كريل متابعيها بمجموعة صور من أجواء الاحتفال برأس السنة، وعلقت بالقول: بالرغم من كل شيء نحن ننتظرك بأمل 2022. تحت الأفلام الكريسماس أهمية كبرى لدى عشاق السينما العالمية، فالأعمال التي تقدم خصيصا لفترة أعياد الميلاد ورأس السنة غالبا ما تكون عائلية وتتسم بالطابع الاحتفالي، وإليكم بقى من أفضلها بحسب الموقع النقدي الشهير Rotten Tomatoes. فيلم 8 Bit Christmas هو فيلم كوميدي أمريكي إخراج مايكل داو، تدور أحداثه في إحدى ضواحي شيكاغو في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وتتركز القصة على سعيد جيك دويل البالغ من العمر 10 سنوات للحصول على أحدث وأروع نظام ألعاب فيديو لعيد الميلاد. فيلم The Man Who Invited Christmas في لندن عام 1843 وجد المؤلف تشارلز ديكنز نفسه في مأزق مالي بعد أن كتب 3 روايات فاشلة على التوالي، وفي
محاولة يائسة لتحقيق النجاح يعتمد ديكنز على إلهام الحياة الواقعية وخياله المشرق لإضفاء الحيوية على إبنزر سكروج وتيني تايم وشخصيات كلاسيكية أخرى في كريسمس كارول لتغيير موسم الأعياد إلى الاحتفال المعروف اليوم. ودابا نخليكم مع الإصدارات. سعيدة شرف يجي ويقولوا لقاتها بردة يا الشميشة البنج دوارة اندلا في جلم دوف نار هيج الدنيا دوار باش ميمون ما جاوباش علاش بكات النور زينة الدودية ساعت كسالات يا جاتني ميمتو كنجري يا ودينا قالت لك يا فرقي ولدي. ختام هذه الحلقة كنتمنى لكم سنة مليئة بالأفراح والمسرات والنجاح وكل ما تمنيتو. موعدنا كيتجدد بكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة وأخبار جديدة من برنامجكم بالفن.